لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وعين قصو جري باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فيه مسائل بينود بيسي مسائشي بابك كجري الأولى مسألة كوباد إلا قفا إليسا بابك تفسير الآيتين لبدي آيات تفسر كودي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يا يد لبدا أهيد ما يملكون من قدمير لبدا آيات بوحي تسهيين إن أصنامت يا لهذه لدبتها قنائي باطل كهيد قرقار أيسا هين أيضا إسو سو قرقاري كان عد عابدين إسو حبو قبن كرين إيا وحي هنتان بإنو سنشرين الثانية قصة أحد قصة أحد باكو ترته والنبي صلى الله وسلم عليه الله فيه سي إن بلوغ إستي إلهنا سبحانه وتعالى أويها عدا لفك الدفاع ده أما كينته نبي قل أويها أدون إلهي دورته سبحانه وتعالى لكن أن أود كلي لهين دعانا أو حبكو هين وحب ربي سبحانه وتعالى أوسيين موين الثالثة مسألة صدحات قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة حول شيخ حكوشرة قنوت سيد المرسلين انت لا دري سيد كودي او قنوده يا الله بريه يا دعيسنا يا كوشرة وخلفه دبر كسنا اتاغين سادات الأولياء أولياء أوغاس يدودي وخلفه قداش يسام دبر كسدن بنا سادات الأولياء أولياء أوغاس يدودي يؤمنون أي أمين سنيا ويأمن إليه دعاء النبي صلوات الله وسلام عليه في الصلاة شيخ مركة كما الله أيه يعني قصة أما مسألة فقهية كما الله أيه وحاول يعني نبي محمد وسيد المرسلين صلوات الله وسلام عليه وإدبتها غيهين أولياء السادات كودي وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا مهاجرين يا أنصار بإدبتها غيهين أيون آمين أوليهين بين نفط ودبك بدبادهم وينوي نبيكو يا أولياء أسر رية أولياء وحا أسر رية صحابة صحابة النبي محمد صلى الله وسلم عليه والنبي دبا تاغ وإلهي بري هيا أيونا يا آمين نبي أوليهم بعد دبك بدباد واي مركا وحا ويان هدي النبي صلى الله وسلم عليه يا صحابة أي نفط دبك الدفاع وايين وذات كلو هذا دو دنتا أهل قابورة أما صوماليا ميل كدوغان وحو طريقة لما أركي إلهي الله بري وي إلهي توصل تاسو شيخكو تلمام هيا مربع هذه النفط إذا كبت بعدين ويندبك إلهه ولما عري سبحانه وتعالى سدابي أيق غير كود يعيدنا أيق كي يبت بعدين كرام وي سماله وحيد ترى ذا ودان تغير كذا كينته أيه غير طلنا ذا كينته ودان تمرك يجيل ذا ورابس وقيس كل هاي التشي أيك في اللاتو أيه اللي إرجستا أما عيد كار الله مالية أما الوعوية هذيبا عيد ذي غير كذا أيسن بيكها قبتيري كرين عدك الحوطر ما يسوي نبي صلى الله وسلم عليه ورسوله هاي وإلى سود وشرب لي مرن ملها صحابه إلى أوليدي مسلمين تيهين أسرعي مرن ملها لكن هو شو حاوي أود سر ما الله إسكله مسر نبي محمد يا صحابة إسكله هو شو حاوي إلهي بإسكله سبحانه وتعالى صحابه النبي هو بشر أود سر رب بإسكله مرك أيه ونفطه دبك ما بتبادين كراني عد دبك بتباديس قادة أما كنت الله الله بري سبحانه وتعالى تاسو شيخ قوت المام هي الرابعة مسألة أفراد أن المدعو عليهم كو الله باريو النبي يعني قنوضة يحلق أيضاه كفار قالوه وقالو يعني الشيخ مدون ينو كو شيخ كو يحلق الله باره النبي يعني اللهم اللهم لعن مضر اللهم اجعل عليهم كسنين كسنين يوسف اللهم عليك بمضر النبي يقولها أما رقي خاص كان النبي أهباره هي شيخ ومشيدو قال يا هاي كلين وكفانسي وحويان نبي مركو كسم ري وكد علي وكنو غيني هانونان بعدما وكسم ري بهاباري هادو نبي مركو هدايو وقعانتو اوغو هاي اصغو هانونين كالروح ودونو ما بهاباري انوي وهانوين لها مر هادو مركو نبي هانوين هدايو وكيني واي اما او هانو واي اني ددك او هانوني وح انت كوينا نبي مهنا كروي صلوات الله وسلام عليه يعني لو حق من رسولك فلم يستطع النبي هدايتهم وي ذلك ايغا نبي وهباري انه هانونيو او ايمان يا توحيد وقلبه كرده نبي ما اودي ها
هوشان الله اسكلوي نبي وحي بالله سو ديبي امد اوشيك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ابو غارسين بان نبي محمد وكسارن انما انت منذر ولكل قوم هاد ادو حات هي واني يديغات هي بس ان ارسلناك بشيرا ونذيرا هوشا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس إذن نبي حلكي سهجته أما ود سر يهانون أنتو الله إسكلي مركن نبي جيان يعني لبريني إلهي هلا بريو الشيخ كليه صلوات الله وسلام عليه إلهي هلا بريو نبي جونا أود ملها صلوات الله وسلام عليه الله عز وجل أود له هلا هوس قالوا الخامسة مثل هذا الشناد أنهم قليها يجا قريش النبي جوا هبارة يا معربين فعلوا وحي سمية أشياء وحيابي سمين يا أشيابي سمين ما فعلها أوسن سمين غالب الكفار قال هذا بدن كيد لب وحي نبي أوجيستين قريش يا عربي نبي أوجيستي قال هذا بدن كيد أيسن سمين هذا كهر منها وحاكم ذا أفعاش قريش سميسي قال هذا أيسن سمين شجهم نبيهم نبي قد دخرين قال هذا كلا يا عربي دوا يسكو في رسن هاي عيلا بلنامي محمد يو تلكي سيكو كلا بحاني ماشي كوبا خانتا انو داون مركو ودا توبخ وخا لا فيين بل ريركو و خو كا قبطو اي و خو تولكي كبدلو مشروع لي يمادو عربت انت هذا كلا نبي و دبال جوجتين هي و يو خامر ايش كفيرن هي قريش يا سو كودي او سو هلا غوغشا يا دولكا كاوم من رعد نبي الهي صادرت مكو نبي قريش جبيي يوم فتح مكه و هل دمي هل دان راعي او كدغي وبرت لقى أصلا يبرك السعودي بين مويين عرب وطن بسوا إسلام كل جد ويجي مدين حيو قادين ويلك أقون كأها يا فقير كأها يا مسكين كأها يا شلع عق عدار يقو كعريان مك كساره ونفتي سون لبت بعد مدينة تجي هذا أنا طبعا كون وعيدا المهاجرين أنصارك صور مكة قريش نمر كي وعيدا بنيد مع العرب وطن كلام يستي بي واقرت الأحزاب وحي كيرين قبائل كعربيد ولا يهود بيسوق عيان حيقو طبعا كم كده بيسوق الرؤية نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيرين بو أنصاري مهاجرين وحي كسوق عيب وطبعا كم دول كير إذا هو أعداء تهوش إنه يسن سحر إيه جن إيه بن آدم يكب حسنت يهود هول إلهي وتسبحانه وتعالى آية وعداء مرك أفعاش حم بكون أقمن ورجع حقف الله ويل كأي قدر لا يهلب كودي بكويا لا جبر دوا يبعد الشيء ويلكود اب ويلكود با دلي وا ولالكود وا ويل ادير او يهين ميد او يهين اني بد فرح كا قادان به ان اد المها او دشاي بي هذا اد غانت كو غورد وا عيب وي marka way waashay quraash way walatay miirki ba ka tagay yaani shay haqa lo dul qaadan karin wiilka adu dhashay gowrac soomaalida qaar geed ba samaysay yaani wa miir la aan way war mabda oo wata hadu saxan yahayna هذا وحبا باكو ورتي هذو خلدن يهنا ان كلا ربي وبخينا فرح كق با مركو عقلو سخان يا كو فيلان نين كان وحو وتو دو خير يهينا هداه كو ورتين با اسغا لا كو بد بادين انا كو بد بادي دونتا هذو شريه باطل ودانا ان كا وبخي دونتا ويل كلا هدل فرح كق ورجيتا وا غران واي انت وحا قادر وليب انت اوردين بي غوريغي سوو تاغين وي ورر وحد حقيقه دعاد وحد مدينه النبي لوو تاغين يعني شيء حقي ربط بعض الكومنت دول قال انكر وما ادكي سنكر وحاكم اذا وحيا بي سميين وحرصهم دلالك يكون دلال هين على قتل نبي غني الدلال اما سقور بشر قوله طيب ومنها وحاكم اذا افعاش قريش سميسي قال هذا بدن كد ايسن سمينين التمثيل سروجي سربدليد اما سروجي كسارد بالقتل ذاتك دمادي لدلي شهادة احد قيبا كم اذا يدغها قرين سنكي وجي مقارك هرق كسارين سيد أحد يكون سمين حمزة أو كلا يكون سمين يعني هو على ود أذو فقاتوي روح عند شيء محاد ميت كشيء كذا ذو روح لنتي أو نفط كتك تي وحد لقها أجر أما سنك أجر أما وش أو قصار يصير وش وعلى ود كوف فقاتوي مركب تلبى النقد قرش وي وارتي وي وررين قاب كل مرة كوعي البحام بيوايا إلى أي بركون هذا بيرك حمزة بقى قنين سيد رواية قت المامية يعني. شغل حكم المركب النبي جاب دخرين waxay ku dadaalayaan nabiga inay dilaan waxay sameeyeen fal aan la sameyn oo in dad dhamaaday oo amwaad oo dhintay
سروجي لغا سار ام حبنه دي لا جرجرو مع انهم قتلوا ايهين بنو عمهم المادرتد هجل لا يي شهداء احدنا والمادرتد ويلي شي دالين وي مبدون بيس وهيان مرك حتى هداد شي ان اد بل سي غوبني مالي او وانا اكشن اضو حي استعمال شغله ربا ان اد سي كرفتو سيدي ديغاغتي لو بار مع انهم بنو عمهم او ليبايو المادرتد وهي دعيسا markasto shay wax qaa oo cad yahay shayga baadil qowmadul qadaan karo wax kasta lagu la qaabilo lagu sameyn waa in la iska awsha la iska ogaado as-sadisa anzala allah alayhi fi dhalika laysa laka min al-amr shay'un nabigu markuu dhibka gaaray asagii la dhaawacay shuhada wuxuu todobaatan shahiid meesha ay ku bixeen waliba ninkii adeerkii nabigu aad u jecelay qiimaha badnaa asadullah hamza oo meesha ku tagay gurigiisa nabiga lagu soo weeraray ansaar ku dhamaatay uu nabigu ka xanuunsaday marka waa asagii nabigu sallallahu alayhi wasallam sidee bay u leeyba kayfa yuflihu qawmun khadabu wajha nabiyihim bidam wa huwa yad'uuhum ila allah azza wa jal say u leeybana ama u guuleysan ama wanaag bal looga heli qolyo nabigoodi dakhray oo dhig ka daadshay asagoo ugu yiraahay ilaahay xaqiisa dan kale uu kaliye lama arko caabuda malaha xoola isiiya ma laha guryo ii dhisa iyo dabaqii ii taaga midna ma laha nabigu wuxuu leeyahay ilaahay keliya caabuda waliha noocaase iyagoo lagu yeedhi xaqi rabbiga haddana la dagaalamay ee nabiga ka dhiijiyey ummadda laynayahay sidee bay u guulaysanayaan intaasa nabiga loo diiday sidee bay u guulaysan falaaxa iyo najaaxa iyo sacaadada iyo iimaankii hidaayadu alla gacantiisa ku tirta nabigu adigu xilka lagu daray wad baa la yidhi ha sheegan farax ka qab laanno siyaaqa aayadda hore siyaaqeeda iyo lixaaqaba uu cadaynaya hawsha nabiga loo diidan yahay hidaayada adigu ma lihid weyn liyaqtaca tarafa min alladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibu khaa'ibiin laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum dhaalimuun walilaahi maa fi samaawaati wa maa fi lardi yaghfiru liman yashaa ويعذب من يشاء والله غفور رحيم لبدا ايود وحي تلمام هيا النبي هوش لو ديدان يحي هدايه ادو مريت وي هاشيغان ان اي ليبان دونان او اسلامي دونا ان اي غانلما كو دمان ان بركوتو اسلامي برنا اي غانلما كو دمان هولها سو دن وا غيب الهي قدر كيسي اودي سو خضوع هي ادو غراد اوغي نبي محمد ميشا ها فرغشن بالي ليقطع طرف صد الهي قيب او غويو او بابيو من الذين كفروا قيب قالها كميد اه هل كنك يجاهد و هو سوده و هو دون دحايا قالها قيب كميد ان دماتو قيبنا او يكبتهم قيبنا او الى دليهو او فيكتال يمال ادونك حق دغان لوايو قوب غير و دمادان فيلينو كليو دلاعان فينقلبوا خائبين انت ابو وايد عباله ليس لك من الامر شيء هدايتودي هانونك ادو شغل كملي او يتوب على امر ربي وكتب اقبلي ama ila oo ka tobad aqbal qayb waa la dhameeyo xabada leefi oo seefta qaadi qaybna dulliba u dhamaan aw yatuuba calayhim qaybna rabbi ka tobad aqbali aw yu'adhibu qaybna gaalima ku dhiman oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu cadaabi ilaahay intaaba soo garamay oo nabigiisa la hadlay hadan waxa la yiri nabiyow waad gar leedahay ayuu waa daalimun kuma diiday inay gaalay oo ognahay anaa waa ogtahay seef inay mudan yihiin iyo halganna muran ma laha ilaahay wuxuu rafa innahum daalimun horta waa daalimun ay waa mushrikuun kaafirun way ee waxa lagu haysto waxa weey hawsha ha sheegan nin ma dhici kartaa dhihin ma dhici kartaa inay ka soo bixin inay hanuunaan iyo inay hanuun waayir hawlaha soo hawla rabaani ah adu ha sheegan laakin xaqada kala wado kadib nabiga waxa lagu yiri walillahi ma fi samawati wa fi al-ard ilahi ba askala wixii cirka ku jira wuxuu dul jeela yaghfiru liman yashaa ninku doon rabbi u dhaafa wa yu'adhibu man yashaa wallahu ghafurur rahim dadkii marka nabigu uu ka hadlayay ee quraashad dadkii maalinkii dagaalamay boqolkiiba 80 way soo islaabeen in yaro malakumood ka farxashay ama seefu leeftay mooyeen badankood way soo islaabeen aw yatuuba calayhim way aw yu'adhibahum wa inta dhamaatay ee seefdu qaaday ama gaalimada ku dhintay fa innahum dhaalimun idan nabiga tiiba laga hadlay marka had garanaysa marka inadan waliga awooda rabbigay aadan faraha la gelin laysa laka kuma ahan من الامر يعني ترى حق هذا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه يعني النبي قال لو شيء الهي با وحا مقن اسكل السماوات وحكم مقن
وقولك واحد كم مقن وإليه يرجع الأمر كله أرنت ضمان تيدنا ألا لو علن هي إذن ألا له الخلق والأمر وي. ما ملك يتهذا ربي بأس نبي محمد ومركة تلاذا يا ما ملك إلهي الله وحبكم إليهد هوش القود راي رسول نماء نبي نماء هاي وضو مؤمنين ترقوا بشاري حقنا أشيك قال هذا يا مجرمين تنا حق أشيك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ها أورنن أذوقو ريه بالمرة ما إسلامي كران مرة ما صحمي كران ما دعي كرتا إني هبلي بحق أسو إستاقان ها بعيثني هذي بريكة هاي يو تعايل صحوي لك ها بعيثن هنا فوقين السابعة قوله تعالى باكو قجرة أو يتوب عليهم إلى أن يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم إلهي قيب وكتب دقبلي فآمنوا مركز الرومية مركز إيمان لي مادن إذن هوش نبي كمقنيت أوصن درين سنين بأي ربي درين سيئي بابا هيرقى شيء والله تسي ذاتك النبي هباري أما أمركا أيضا أكيئت شيئنا أما نبي بعيثن هي إنا إسلامان بابا طوبتك ونوصو إسلام سهيل بن عمرو باكمدها حارث بن هشام باكمدها ركبتا باصو إسلامي الثامنة مركة غيبيات إلهي قعنتها لقل أضوق الشرعي قوحو كفري أون لئمو هوش هذا وضو الثامنة القنوط باكتر إن لو دعيو القنوط في النوازل لباتويكم مكا يدعان جمع النازلة ومصيبة مركة يدعو كسابسا أمنيقا مسلمين تا كسابسا دين تودا كسابسا نبتقل يدودا هذي الضوفان دعان أما الزلازل يدعو القرير دعو صلاة الكسوف باللو تكن يدوحي اللهم دا صلاة اللو تكدا سيد ابن عباس غير كيبا يقبل هذي أبارة دعان صلاة الاستسقاء باللو تكدا هذي قور حمد وباتا مدي حمد وبادو صلاة الكسوف إيه خسوف باللو تكواتا قارنا طيب لكن واحد لو قنوط قنوط النوازل أصل أسكلي وحويان هل جنكا يا دجال كمسلمين يا قاود حي مسلم بعد بلو جيستي ودعاء نسا قال سود شيء والهواريس قنوط النوازل وواحد خسية وهي مسلمين تدب كودة خسية كجنا أدن قال هذا هل جن كودة جهاد كودة أمن كودة ويان هؤلاء هن كلا الدنيا أما دباتون كلا قدر يكون قد عاية كوا قاب كلا شرعه حلي أو إله الله بريا تن قنوط النوازل مالك أندلس وضن كذا إسبان لو يقان وقعان تكب حي سيدات بقوله سنة تقريبا بلغة جدا تقريبا لح بقوله سنة نوتي ذا غرناطة قدام بيسي لح بقوله سنة لغة جدا أما سيدات بقوله سنة تقريبا إذن وقعان تكب حي بخارة أي قعان تكب حضي هم محاو كرادي سمرغان دا قعان تكب حضي باقنوط النوازل ومشروعها إلى يوم من هذا أنا مشروعه ملك الصوتك تم مسلمين تلقوا لبعطيني قال يقال راعين يفجروا يخونوا يفاجرين بأمد بابين هيا إن مساجد لقى قنوط واسنة ثابتة عند السلف شنطة واختبة ظهر عصر مغرب عشاء فجر آن لك لقين حالات الطوارئ بالوجرة أمد مركة وإن لقلية الدارين وملك المسلمين تجوا كقنوطان دبك المسلمين تأي لقي بسدان ذلك الدارين سيا سبرا اللي أود مودين وحوه كام مغنين بقى من هذا كيوهر الدواء خلط تروي خلط عيوي الإمام حشاكر وحكى على كتاب كيس شرح وترمذي تعليق كلها وحوله المسلمين ثم أنت حتى وحي جبين بول الدعاء إيش قد دائنا أنت إيش كالميستان هالجماعة أو إسعاوية أو تأكلية تاجر السياني الله برج إله يوم المسلمين تو كالمئها إله مش هيدا عدو الله الله وقد القات دعاء ذي بالله جبين بوله الله جبين وب حكاكا سيدرا مصيبة ما انت تاغان قليابو حيكوليه لما هبارك رقالات يعني واكدرو ديب دل كل كورو قنش اقور طيب هو يدن محاكو اقيد بور ان دالا آم بور داد عنما يكو درساتي بور يا موضيبا ليه انو هو ينو اقان هيا شيخ شيخ روح هو دمركو دفاع يا دمله هو يدو هلنا يا دمله المهم مركو حين اسكو هيني ورددك لو دعي هذا وحي مريسا
لما بارك رجع هذه دب كاسها اسكتشرة القنوت في النوازل دعوين ك كساب سن أمن جاية هلجن ك مسلمين ته مركل لما رأي روائن قنوت كلي ما دوانا صلوا كما رأيتمون أصلي نبغي حديث كي أذكرنا إنسان في الصحيحين أسهل كيسو في الصحيحين لفظ جن حتى كتر صحيحة إذا وحاول يعني سيد على رجتين أنا قلت كني قلت كذا نبي عمره نازل أيضا حديث كأبي هريرة في صحيح البخاري وغيره نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد والنبي استاج قنود شري بعد الرقعة الرقعة الأخيرة بعد الاعتدال أي نبي ركوع أيوة قنود شري نبي قال دودونا ينو قليها بار أما قلي أدعيه ركعة أقدم بيسة صلاة مركو كسوة سمع الله لمن حمد أولى النبي أيوب بالله بشر الدعاء قنوت النوازل هالكاس وقلاء طيب صلاة هالشنطة هي كوة كد كلابة انت هو اللي قلن هي إلى يومنا هذا لحب قل أو السنة قنوت النوازل ومشروع ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وحولية هاي قتالك يدقالك لدقال لماي مسلمين تمركي هالقم هايان يكون باليد وباللسان وبالسيف وبالدعاء يعني أنواع القتال كوحا كميدة دعاء كميدة وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم في الصحيح رواية عند النساء زيادة كتبت بدعوتهم وإخلاصهم إذن تذكر المسلمين تيسو صوبا الله بريقو دعاء الدعين يعني قرقار بالوه لا يقول الله لوه لا إذن هدينو باشا اسكوضنو المسلمين يدارين كاسا كتر هيا وليقو تدقان مهيان ثانيا مرم بها ربي سبحانه وتعالى نكا أقبل هيا دعاء هلا وضوء ومسلمين تهلا ادعوه مساجد هلا ادعوه هلا قنوضه إنك الشخص يقول إسكي هاو قنوضه صلوا كما رأيتم من أصلي طيب التاسعة تسمية المدعو حتى بخاري باب استباب من استنصر بضعفاء بإخلاصهم وصلاتهم في صحيح باب استباب تسمية المدعو عليهم في الصلاة شيخ حوري إن لم يقعب كتر المدعو عليهم كو اللهبارة هيبوا النبي ومقعد نبي في الصلاة بنا كم مقعد نبي بأسماء مقعد بكشري وأسماء آبائهم الحارث بن هشام سهيل بن عمرو فلان من فلان بن نبي قولها صلوات الله وسلم كوك لو أدعى عينها يلا بتركوه نبي قولها الله وسودة اللهم نجي الوليد من الوليد خالد من ولا الله هاي ناسون رسول الإسلام مركا رحلة كوسو تشري طيب مركا ضباري سو مركا إن اللهم ملعن رعلة اللهم ملعن رعلة وذكوان وبني الأحيان وعصية إنهم عصوا الله عصوا الله ورسوله من ولا صلى الله عليه وسلم قبلكم مجابه هي الأحيان هي بني الأحيان هي ذكوان هي عصية إيو خير علبة الله ولعنة بولها أنا ما قاعد أذبو تلمامي قبائل كه رجب أفراد أمركو كه اللينا ننك ما قاعد يسي أبيه ونبي قوات تلمامي سلوات الله وسلام عليه مركا قال هذا إن لها بارو وإن لها بارو إلهي سبحانه وتعالى أود صلاة سيا أسكلا وإن لو بريو لو قنوضو ومضى إنه كقبته ظلم كوضع باب أي بلايد كوضان ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا نبي الله نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قيبت أظن بها الدواء وحي غيب أو إلهي با نبي سؤال شيء أما أنت هوري نبي سؤال أساسه ونواها باري اللهم عليك بهم فرش مكوها باري اللهم اجعل عليهم اللهم اجعل عليهم سنينك سن يوسف وهباري صحابي خبيب اللهم أحسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا دبض أقبضي. المهم وحاقو غفرا نبي صلى الله وسلم عليه وهباري تشري وأنا أقنود تشري إلى قليه أقنودي هباري أي بدبادين أما إستوبت كأن النبي وواوذي صلوا كما رأيتم أصلي أما قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هوشا وهداية دوي هداية دا أضم مليه دوي طيب يتنبي قال سميي ناسخنا مجره سيدا درتد بي سلف كمارك رمضان كاللقارو أيقون هذا حرأة خلافة عمر بن الخطاب أعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نك اللي يقان ابن الصيرين زهري أبو هريرة كل وحسوه قرن ينسلف أبو بكر صحابتي عمر عثمان كل قد إنه قنود شرير قنود عمر وحاكم يضا مركو هباري قال اللهم عليك اللهم لعن الكفرة اللهم لعن الكفرة كفرة أهل الكتاب لها يهودي النصارى وصاص أدنوا حلمرة إلى أبو بكر وقال هذا
لما هباري كرو ومن الغريب جدا فطوله شبعان غريي شيخ صالح فوزان وليه هي الى ابو قرفهد او غلاده ان لهبار يهود ان صار لما هباري كرو. الفتاوى العصريه كتابك قرنتاي ابن هي سوي مركا وحيانا لا ياب. العاشرة وحا كجرا كجرا ميشو اين لا فايديسن يا لعن المعين الحافظ عبد البر مركو كهل يا مساله قنوت كا يا غلط هبار كده وحولي واجماع السلف اجماع السلف ويولي يا صحابه يا تابعين الكبار يا غير كودبا قال كظالم كي كدلميي اي دبك امده او غيسنيا ان لا هبارو يعني او الهي لو بريو مسلمين لو دعويو وحق كوليهم وي. العاشرة لعن المعين مد بردبان ولا يقانو لا نعاه كسوغان في القنوت قنوت كدحديس مخايا دد خاص او مغعام بنبغو هبار يو الى اولها اله يو كفغين حريص هاد او بابي ما دام اي دولنكا غيستين. الحادية عشرة وحا كوغو جرا قصته لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين قصة محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصدي سأهيد باكو وجر تأيه فلك النبي سمية لما قرتي أنزل عليه اللي قصوا الدشية وأنذر دقنا من محمد عشيرتك حقالة هذا الأقربين إذا دودك بالي كو حقا حكتدى أي سكيها حقا قارسي وأنا صوت الماني نبي مرك الله دير الرسول خلقا دقينا وأكيس كو يرى أهل كيسية قرابة ديسي إلا أوسو قاري فاطمة بنت محمد مركو لمنه وحير كهرنا قيسو كرد الشيب النبي انتو أروري وشر أكوسي وقالوا أقول لي بوري لا دار دارمي وأنك سوى مرة مركة وحالة قربة إن أدتك حقيقة صاحبة أما أهلك أما قرابة أدتك بحسوء وقت ديرادة يوانو يعقل علين ديرادة. الثانية عشرة جده نبي دادال كيسيبا كترة ودادالي في هذا الأمر أنت أكو دادالي بمعنى هداية الأقربين إيو إن لودقو لعاويو يعني نبي دادالك كو دادالي با كترة ماشي. بحيث فعل ما نصب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن أفرس هذا هوشا وهول مهمة مسألة حول الشيخ حكوتر جده نبقى دذالك وكد ذالي في هذا الأمر الدعوة دوي هذا الأمر وام حي والدعوة إلى التوحيد من توحيد كالصحة ومد الله غير الله باقه لو غنى الدقوة بدع ذا الشركيات كاللو قد دقوة بحيث ملبو نبقى هوشا كد ذالي لو فعل بحيث ما لو فعل النبي سمي ما شيء سمي نصب النبي اللوغو آنيي بسبب اسغا درادي ام اوغي الى الجن النبي والين يعني حقي والنبي كسو تاغنا او امده لو هور تاغنا او هدي لو غراعو اما لو دبه وسن كان ليحانينين الى اي قريش استري النبي والين مركه يراهد النبي والين هي الى يخرو ما صاحبكم بمجنون ما بصاحبكم من جنة وحيد هذا كاهن وي وما هو بقول كاهن شاعر وي ولا بقول شاعر وقبيا وما علمناه شعرا دفاع او اوجد النبي للدفاع يعني اشاعات كي يدعي هذا يبرى بغاندا هذه اللي قاف في ديو دعوة ودم بعد داري وانا تقول استهتوف بها بإيسو انت انتين براها لغو سارين ان شعبك اللي قهر جين ان لغورني واساس اهي كي اصدق هاوي كي أصدقى أنت سنقارين بابي هورستان نبي الله هود ينوح وحالو مدبالوري سفي باتي ليس بي سفاها وضالي مضل بالي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين احنا عم بيض أركز ازدفاعها هيا شيخ ليس بي سفاها ولكني رسول من نوارا مئي ما اندهرين أما هي سبرنا مئي وارا ما يسر هاي لكن رسول ربي صوت ربي أنا وحي لا يسر بأيدين شيخ هيا إذا كنا حقي بعد الضنقة هي أديدنتي شغل حلو وكذلك سدو كله لو يفعله هادو يفعله هادو سمايو مسلم الروح مسلم الآن هذا هادو دعوة النبي محمد مركو لا استاجى الوجود ومجنون نينك ما أنت أصدقه لا استاجى ومجنون بالأورنبول هرنتي نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم مركو عرب كذا حيستاجى وح الوجودي وحلا ماذا أما كذا بالأورن هذا المويسون إن عالم اللغول لي أبح لغوص الدوين هذه يقول ممنوع
مصعني زدايدا طيب مركه وحوله تايس كوغو وتلك الايام نداولها بين الناس روح مسلم ما انت هدو دعوه دبت اهي ددك انت هدو مجامليسود وري مغاليسود هذلك ودبعيسود فرحانك اوغ بخيسود ولي ود ان رنت كدخرين او صعنيسا لكن ما لنك مبدا دينيه صحيحه التي ما دو ومدن اي كوسناتو نينك انا حق وجهه كسارتو وحاوي مالك كادمتي كلا تكتي وورلو الى يقانو ومحمد فرق بين الناس يفرق بين ابيه وام بين بين الولد وابيه وبين الاخ واخيه يعني فرقان وي وحن باشو ولا صعون ميس ان حقي حق لو كلا بخو فرقان شرعينا مغعيسه قيبه كميد وكتاب كنا قرانك تامر كي اسكو اوغو ياندن هدي لو كو عاصدي ان شو ادا وخا خريبن هي يعني مراجعون ادو وخا حبستا وخا امه دوغو يدم حقبا انت اسكو حبس تديب اسكو نقصود حسابتنته ود غور لا فريستو ود باخور كو فيروس هورتو وخاد كو تاغنت هي هل انت على الحق اسكو حبس marka اسكو حبستو وخاد هيستو انو حق يهي امه اوغو ييد بغض النظر انك كو راعه اما كو خلاف او كو لا دغالبا لكن waxa musiba ah adoon ba ku taagan dhul ada ku taagnay oo meel dhar dhaqaaqaysa ku taagan wax saxab ma haynin umada hadan rafaajo lagu yiso adoo isbaad dib isu feeri waxaad la taagantay umada ugu yareysay ma saxan yahay haduu saxan yahay mut ala dalik ku dhimo miisaan kuna ma aha umada ba xaga u badan iyo xaga loo yar yahay iyo shacab taageero ma haysta bulsho inta leeg ba sabood garanaysa walaha miisaan kuma الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب نبي وراه ذكوي دبا كتر تماشى نينك فجاء ششيها لا يقاني يا والأقرب سكيه ما وحكوي لي قريش يا ربنا عبد مناف أنتم نبي حكوي لا أغني عنكم من الله شيئا أقرب كيو عباس يا ددي صفية بن عبد بنت عبد المطلب يا جبدي سي فاطمة بنت محمد نبي كل حوا لا أغني عنكم من الله شيئا نفس الشيء أود إلهي بأسكالي سبحانه وتعالى حتى قال إلى النبي يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك كاديق مايو وحنك هاقام قبنكر من الله إلهي عقابت سي عذابك سدوك لما شيء وحبا لكن أنا وإنتنا أدونك تشوف وحي درع أما تبيناء أما تاكلين أما حوله يويديسو لكن آخرها ديلا تقو قد تيل ربي أضمدتو عمل كذا كبت بادين أيه ماشو النصب نصب إيو aniga ina sharif oo ina sayid sayid iyo ina sheekh sheekh ah wuxuu ma aha nasabku xamba badbaadiyo marka adigu aad soo baaso oo aad timaado meesha jannada laga galay aad timaado bay xubow hadii aad sharif ahaydo nasabna maxaad ku lahayd kor lagu yar qaadi kullu nasabin wa sababin yanqatu yawm alqiyamati illa sababi wa nasabi laakiin adoo banaanka fadhiya oo dac dhax fadhiya oo markii horeba aan soo shaqeysanin nasab meel ku geyn maayo نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول كسبه كلتغي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأبيه به كلتغي نبي الله لوط يتلقي به كلتغي يه حاس كسبه وقرن إنسان فرعون يحاس كسبه كلتغي هو شو مركو هو الدين دوي نبي محمد يأذركي به كلتغي نبي جهويد يأبيه به كلتغي والله ما كلام باب هو شو مركو حويان هول دينادي عمل وي ووحيابها شرائع الاسلام كو جميع الشرائع ما انه دون ذا كجر ودا اي كغه فيعنت ويحبها دينته لو شيغو دن ما انه دون ذا كجر ايو دين شرائع الاسلام كما كات فيروس ميلها الله سياب وحاكميدا شرائع النبي محمد اسلام كا جنسيات كما دسنو وا مدو يهي وا عس يهي وا ريهبل ايو وا وحان وا نسب ديبان ايو وا نسب نسب رويال فاميلي هولها ما تقان شرائع النبي محمد ددكو وا سميهين آدم بلغوا أبوري ننكستنا وحو شقيسته هريال وركوبان وي كوان محوها أفريق مريكن كتشوي لها دينة إسلام ذاتك مدوبة لو طلق لي محاها نيشن أوف إسلام شاكر رقيسة يهود تدوى جنسية والله رشا دينة يهودية هذا الدنيا ما أنت كتشرتاي ودين الله رشا دين لسوق لما وإن نين يهودي أو كدلي يهوين يهودية أما على أقل تقدير أي كل شيء جبر يهودي ده إذا مركز أساس يهود كنا قرطه
la galan ma aha waa loo dhashaa tayib diinta islaamka looma dhashee waa lagu dhaqmaa waa la qaata waa la aaminaa ninku suu doona ha u ekaado nuucu doona ha noqdo meeshu doona ha joogo marba hadduu qaato waa nin muslima jinsiyaddaas marka waa jinsiyad lala iman karo la shaqaysan karo ee ruuxa cidna aysan ka hortaagnayn haaniyan wanaaggeeda waxaa ka mid a adiga rabbigaa laydima dhexeeyo jagboynta kale sii marimaysid loo kale sii marimaysid wadaadku odhanaya dembigaan kuu dhaafi sida qaysaska iyo boobabka yurub rogay iyo galbeedkaba ma jirto marba haddaad tawxiid ka qaadato islaamka soo gashay rabbigaa toos u bari maxaa salaama nebi maxamed uu seen u baryaa ilaahay oo maxaan sameeyaa waxaa waxaa samey socowa marka ayada nabigo ma ku sii mara isii marimaysid haddaad nabiga sii martood ku gaaloobi nabigu waxaad ka qaadan sidaad ilaahay u caabudi lahayd qaabkaad u caabudi lahayd xilligaad caabudi lahayd waxa alla uu jecel yahay waxa agtiisa ku fiican waxa agtiisa ku xun cilmigaasaad ka qaadan asna waad rumayn waad ku dayan ilahay baa laakiin toos u aadaysa dadra local baa jira geedka gaaban geedka dheer baa lagu sii fuula waa ka kac wey gubataa wey haddaad tirada awliyadan sii mari waa gubataa dembigan galay waxaa dhaafi nebi maxamed iyo awliyadaa dhaafi iyo alla iyo allow gubataa wey sharciga islaamka waxaa weye waa dariiq toos a weeye oo ku dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa anna hada siraatun calaya mustaqiim hawshu hawl laxasha ma ah waa wado toobiye a maqli jirteen luuq luuq ma laha iyo goolada la gelahayo tooska u bax tayib fa idaa saraxa nabigu hadduu cadeeyey buu yihi sheekhu wa huwa sayidu lmursaliina inta la diray isagu ugaaskoodii ah biannahu nabigu laa yugnii inuusan deeqaynin shay-an waxba can sayidati nisaa'i alcaalamiin dumarka dunida ku nool ama soo mara ama iman doona ugaasadooda iyadoo ah faatima bintu muxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxa waa ugaasada dumarka muslimiinta o dhan bay u khayr badan tahay waxaan ka ahayn maryam bint cimraan iyo haween yaroo muran la geliyay caaisha iyo khadiijo iyo muran la geliyey waa sayida sayidinada laakiin iyadu muran inay sayida tahay nisaa'i alcaalamiin muran ma laha ama afdaliyadu waa masale kale nabigu markaa isagoo sayidu lmursaliin ah yuu wuxuu ku leeyahay haweeneyda ilaahay doortay barakaysan ee faadimo ahayd ee nebi maxamed jirkiisa qayb ka mida ahayd buu nabigu wuxuu leeyahy waxaan kuu qaban kara lama arko adoo marka sakarada ku maxaabsan awliye iyo ahlu qaabuur adaan war ahayn waxay ku beekaameen iyo xataa inay islaanima ku dhintay war loomahay ilaa khaatimadan ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala laakiin maadaama dadku daahirkooda islaan uu inooga muuqday waa in loo duceeyo wanaaggooda lagu daydo laakiin in lagu maxaabsado ama lagu dhoqxoolo urursado ama la caabudo ama la baryaay ma laha wuxuu yihi sheekhu fa idaa saraxa wahuwa sayidu lmursaliin biannahu laa yugnii shay-an can sayidati nisaa'i alcaalamiin wa aamana alinsaanu ruuxuna u rumeeyo biannahu laa yaquulu nabigu inuusan odhanaynin ila alxaqa waxaan xaq ka ahay horta haddaad muslim tahay ma rumaysan tahay nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaan xaq ka ahay inuusan ku dhawaaqayn ha haddaad tirada muslim saxiixa maya haddaad tirada kafarta bilahi alcadiim waa laba kala baab idan haa baynu leenahay dee islaam baynu sheegayna yaynan gaaloobayna haa wey nabigu soo run kumuusan hadlin haa haddaba muxuu nabigu ma yidhi caaish faatimoy waxaan kuu qaban kara ma jiro haa nabigu xaq buu ku hadlay xaq buu ku hadlay mise waxaan jiri buu ku hadlay xaq buu ku hadlay haddaba hadday saa tahay dib u fiiro dhugo markaa waxaas ka yaala weeye caalamka maanta ka jira ahlu qaabuur iyo awliyo iyo abootooyin iyo odayaal iyo fiqiyaal iyo saadaad iyo dad waa hor dhintay baa la baryahayaa oo nabadbaadiya roobka keena wax noo qabta cudurka qabta shuushka bixiya miciin la badahaya oo la magangalahaya rasuulkii maxamed a salawaatullahi wasalaamu calayh yaa gabadhiisi faatimo ayd wuxuu ku leeyahay waxaan kuu qaban karo ilaahay xaggiisa ka qaban kara lama arko bal aan isweydiinaya saadaadka iyo awliyadu iyo ashraaftu iyo ahlu qaabuurka iyo fiqiyaashu ma nabigay ka lambar wan yihiin horta waa maya haddaad tira nabigay ka lambar wan yihiin saacaddan aad gaaloobaysaa haddaysan nabiga ayagu ka lambar weyneyn adiga baryahaya awliyada iyo faatimana kiina lambar weyn waa yahay faatimaa kaa qarasan waa dhal nabi maxamed waa hilibkiisa qayb ka mid ah nabigu faatima wixii dareen geliya ay dareen gelin buri waxa dhibana waa ay dhibahaya faatima ha layska ilaaliyo
sidaa darteed saan loogu qulwin dadka qaarkiina aysan u caabudin baa caruurtii nebi maxaa ka farcantay kulli waa dhammaadeen kulli asay ka horreeyeen waxaa ka dambeysay faatima faatimana lix bilood bay ka dambeysay nabi sal slam yacni xikma rabbaaniya qolyahan geedaha ku rafaadsan ee aalan khayriya aboodiga laga kara la'yahay hadday arki lahaayeen nebi maxamed wuxuu dhalay ka warraba maxay samayn lahaayeen garanuug iyo aalan khayriya xunsha laga kara la'yahay madad iyo galayr duulaa laga kara la'yahay hadday marka arki lahaayeen nebi maxamed wax isaga uraadkiisoo uray ama dharkiisii ama kabihiisii ama sawirkiisaba haddii la arki lahaa tusaale gaaba ama gabar u dhalay baa la arki lahaa maxaad u malay hawshu waa istitoos baa lagu gaaloo balaa sheekh waa xikma ilaahay baa ilaalin ummaddan ilaalinay kulli caruurtiiso dhan waa ka horreeyeen ibraahim wiil yar gabadhii maariya ay dhashay alqibtiya wuxuu dhintay taariikhdi hijri markay 10 ahayd nebi maxamed wiilkaa markuu dhintay wuxuu sii noolaa taqriiban waxaan ka badnayn sanad baan dhannay buu sii noolaa faatima waxay ka dambeysay xanuun baaba qabtay baa markuu nabigu dhintayba say u xanuunsay bukaan socod baba lix bilood kadib waa garyootay idan saasay ku baaba'ee nebi maxamed iyo wixii isaga biyihiisa asalka ah gabadhiisu waxay ka tagtay baa farcamay xasan iyo xuseen iyo dhashii halkaasay ka farcantay ayib idan marka sheekhu hadday saa tahay waxaad marka fiirisaa weye adduunka maanta wax ka jira nabigu hadduu xaq kuga hadlaayo saana wax kuugu caddeeyey ahlu qaabuurkan iyo awliyadan maanta lagu rafaadee la caabudahaya maxay tahay isweydii ayib uma intaa kadib nadara uu eega ruuxa muslimka ah fii maa waqaca wixii dhacay fii quluubi khawaasi innaasi alyowm dadka khaaska ah maanta ee culummada sheeganaya ama ahlu dariiqooyinka sheeganaya quluubtooda maanta waxa ku jira dib u fiiri waxaa ku jira cidaan alla ka ahayna wax tari karto waana idiin soo sheegay niman waxaa jira la yidhaahdo nujabo niman la yidhaahdo abdaal niman la yidhaahdo aqtaab niman la yidhaahdo awtaad iyo gawsu alacdam waana idiin soo sheegay camal kastood la timaadoon awliyada la sii marin inuusan meel la gaadaynin nima dad baa aaminsan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wax kasta inuu qaban karo dad baa aaminsan sheekh cabdiqaadir dacwo aan sii marin iyo allabari aan la marin alla loo geynay dad baa aaminsan caamadii iyo dad culumo sheeganaya maanta qalbigooda waxa ku weyn oo ku jira sheekhu wuxuu ku leyay dib u fiiri nabigu ku yidhi anigu faadumoy iyo inta kuwa dhalatay ama adeeraha ama awiyaasha waxaan u qaban karaa lama arko ilaahay awooddiisu anugu waxba kama qaban karee wixii khayra idin sheegay qaata allana ka cabsada uu nabigu leeyahay iyo markaa caamada iyo dadka culummada sheegaya maanta waxay aaminsan yihiin ama qalbigooda gale haddaad fiirisaba ku wari waxaa ku caddaan tabayana lahu ruuxa muslimka waxaa u caddaan tarku tawxiidi tawxiidka in laga tago laga fogaaday iyo qurbatu diini diinta nebi maxamedna ay qariib tahay maanta tola-aan ay tahay dadka ku dhaqmaya ayan dad takooran oo la caydhsan hayo oo dhuuman haya oo ashun go-adin ah oo gacanta sare laga leeyay sidii nebi maxamed waagu maka joogay loo dulminaya loo dulminaya laakiin haddaad wax kastaba jirta waa ahlu khayr baan oo dadku waa fiican yihiin ha laysku xaabqaado ahay barwaaqii bashbash way kala cabaysa way kala socotaa yacani wax badan baa kaa qasan dib usoo fiiri xisaabtaada dib u fiiri buugga registrationkaada dib u fiiri xisaabaadkaada dib usax ayib runtii raxmatullaahi tacaala calayhi aada buu u tilmaamay yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadisi alcamami ninka leh low naasabat qadarahu aayaatuhu cadman axya ismuhu xiina yudcaa daaris alramami ninka kule idan maxaad ka dhihi wuxuu leeyahy nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi mucjizaadkii alla uu siiyey ee qur-aanku kow ka yahay mucjizaadkii ibraahintii nabiga lagu taageeray ee tusaysa inuu nebi yahay wuxuu leeyahay ma ahayn mucjizaad u qalanta nabiga ina lillahi wa inna ilayhi raajicuun qur-aanka wuxuu leeyahay lasoo dejiyey nebi maxamed oo ma qalmo mucjizaadkii la siiyey nabiga oo ma qalanto nabiga ka weynaa ka sharaf badnaa ilaahayna wuxuu ku caamiyey nebi maxamed waxaan u qalmin kitaabkii burdaha ee geela lagu akhrin jiray ee reerka lagu barakeyn jiray ku qoran tahay wuxuu leeyahay waxaa ku tusahaya in mucjizaadka nebi maxamed aysan u qalmin asaga waxaa ku tusahaya magaciisa marka nabiga loo sheego dadka dhintay baa noolan lahaa buu haddii qubuur reer macalin ay ku dhammaadeen oo buuxiyo la boqol in ay ku jiraa intaa timaada
يا محمد يا رسول إني نولان بهذا سوق عقول قد وأنا كان محام سمينا مر هذه النبي ما جيس مر كل شيء جو ضد كده أنت يسون سوق آخر توزين تام عنده وحوي نبي محمد معجزات كل شيء وما قل ما وذات كم ركوا دبكة قالي وحارس نلا أما خلاص دافع من شرح دي وذاتي شرحية شافعية أما شاعر ضها سيد إبراهيم البيجوري شرح بردها صارح له وارنتي صح ويبوله فلم تناسب آياته قدره قرآن كذا آخر نيسان من سورة الفاتحة إلى برب الناس ما أهب وليها معجزة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم كذا باش إلا قاعد هذا مرك هذا واب إله مرك هذا النبي محمد بشري ابن آدم ما بها كلامك يا أهي ربك وهاللي حروف تيزاء هي هذا الكيزاء ها هذيب النبي وكسر رأيه وهذا الكإلهي والنبي وكسر رأيه النبي وكوي هاي هذا بشر بمه هو إله ده حقد اللي انت اسكب يا معاه ماشي يعني هل كاسي باش ولا قاعد دين تو دنبا غريب هذا ترى وحن وخلد علي اهي نبي وحكى شيء يا نبي اهي نبي جديدين نبي بي دور هيان حقي سي ملك غدح هيان اوليده با دي ور وضع علم دمهاده يا اير هل لو دعيو الله لو بريو وحي موتن الله نغو نينك سعمل كسي لو تغي يان لعابد اهي قولي اوليدي دناو ولقيت بس كتاغنيت طيب نبي قال يقول صلوات الله والسلام على نبي محمد مركو حق الله صوب عي قريش ما حيتري أو ياش النجي أهل خير كان نجي يدقيدا النذي بو ملك قد عهايا حوت تسفيهنا يا أو دقن ما يا ضبال ما كوشي جهايا أو ملك قد عي أو شرف تودي مكان كود الشبيعي أو بعد الأيا أو ليه ذا النذي ذاك نجوه الرئي يمسك قرب أنت يزدعى صو ضمن بي أوكي أنا أبو طالب يزف في أحلامنا وعلى آل هذا ندي أو يالك ندي إن وجدنا أبانا على أمة ورلا يقانوي سيدو ولي جد بوا تاريخ راس مركات واحد وزعيم على هاي علماء الكاو الرسيب هذا هاي وملك قد عيسى دلك يهور محي هيسي محي مقالة هاي وردك وروح مكان مقالين الله ربي كلي أكو حساب آخري وحن لقوش يجاي ميزان وقاضو حق قاضو باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أيضا باب كان شيخ وحو ترجمة يستوى باب خطره باب كهو الرئي وحو أها وحو كتوس هاي أدل الذي يبراهين تي توحيد الربوبية بيكو سابساني وأود سري ملكك إيا أبورك إيا مامولك إيا ترضى الله إسكلام مضى إلا عبدي أهي باب الله بعض بشيخ كسيو خطر أح وحكولي هاي مخلوقاتك إلهي إنه الله لي حيقة يا أشرف بدن أنا أود بدن إلهي نقول لو أنت نقول هاي مكان لفيريو نواشها مكاني جاء طيب وحاوي ملائكة ملائكة بهديت هاي مخلوق إنه الله ضعيف أه مرك الله الرافري عبسن هاي أو بصوح هاي مرك قاركوت إلهي مكو هذا كل هذا كذا صوحة هاي أولي يا بني آدم يا بشر يا سومالي سكر هذا محمد داود شيخ تيبو كغله الله يد دقي زاد حتى إذا قرتي فزع على جفقه عن قلوب من قلوب الملائكة ملائكة قلوب تضمرك أرجع حي عبسي إن حنت كل عضي إلى سبحان لجفه جيو قالوا حيورنا يا ماذا قال ربكم ربيين محيولي مركي سبحان هذا الك ربي مركي مغلام با عليز كيزة يا ثقل كيس الله سبحانه أضعنا هيا ملاكته هذا الكرب مركو لما هذا بيسون بيسون أنفرير هيا وحال السويدين جبريل با جبريل بأهر أهر تزو أهر ميرس هذا جبريل بالي جبريل إن إله محيي هذا الكهداي هلا هاي وهلا هاي محيكو صاب سنا سيد الله هالك نافو كله ونن وعلك ومقلي آتري محاد ويرد وذات يجوز علي أو خلوي إذن ملائكة بهذه رب سبحانه وتعالى هذا الكسل الله سبحانه أيام وحبنا أيضاً كقبان كريم وحتى أيضاً أود كريم إن يتاجنا هذا إله هذا ما يسترتاب إن ده شو تاجنا صد كيا وإلا بركة حق سدان إله ولما ذهل كرب يأسن أود كريم ما هي قبان كرامه إذن وأضوم ضعفاء ما كإله الله فيريو إذن بشر كن واقسي ضعيف سن وخلق الإنسان ضعيفا مركب بشر بن آدم أو دنتي أو تقدرن إلهي هكون مسالني الله عابد وما ضوحي ونقصنا خير دعاء وحنا ونقصنا خير كنا كقبل أركوا أنتس
قالوا وحيرون هيان ماذا محيبوا قال ربكم ربيين جري قالوا وحيرون هيان الحق يعني قال القول الحق قول الحق حقها ربط أبو ربي سبحانه وتعالى شيء أما إلهي بهو الحق أه بين قنيسة إذن وانا بيان للواقع مويل مفهوم مالها كلمة قالوا الحق مفهوم مالها وإلهي باطل بوكوها الله لما أوران كروالو قالوا وهو إلهي العلي الله صرهوي علوي قدر إيكي ذاتي قابة الكبير الله وين وين أسقى سرين يأود يكرين بإسكاله أسقى أنا وين وكبير أود إسكاله إذن جبريل يا ملائك يا غير كود با في قبضة الله بكتران سبحانه وتعالى هذا الكيزين الله صوحها يان مركا مخلوق طبر ما هي يان لقود دنباب ويا الله وين سبحانه وتعالى هلا بري يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون مكي لقاها اللي ملائكته الله كسر رأيه كبقه يانا كعب سنها يان وحي الله فرنا واسمين ولي مادان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذن وحاويا إلهي ملائك تعرك موسى ديغانين وأضوم إلهي وما موسى الشرف له وميقان له إذن هذا الله إلهي سبحانه وتعالى كلمتك دي كران وحوسا ربنا ما سمعين كران بطلوه مؤران كران وحي عيقا لودر بين قفتان أمر ربي بين كشقيا أضوموي وهم بأمره يعملون طيب مر لبعض إله وحوله ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين يعني الضموي ضعفاء تبر اللهين إلهي مذكو تبر قليينا تبر محدود وقليي إلهي بأود سرورا سكالي مركة أنبيو إيو ملائك إيو أوليو إيو أهل قابور إيو أهل قدن بابر إلهي كريجي هلا بريو شيخ مركة باب كان إيو باب كوري ولا باب باب ولا باب كسابسن أدلة التوحيد توحيد الأسماء والصفات بكون كسابسن يعني كاهر نحن كسابس توحيد الربوبية أود سر الله إسكاله صفات كأي مغعيها بوح بوحير لما يسترنا الله إسكاله الله صامض إلا عباد الله بريوي إلا عابد الله بريو طيب وفي الصحيح صحيح البخاري وحاكسه كان عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي قال إذا قضى الله الأمر إلهي مركو حكمه أهن أقين في السماء السماء وكحكمه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أفرس إلهي سبحانه وتعالى مركو حكمه أمق آمي أهن في السماء إلهي ونقص الرياي أي هذا الكم مقش ملائكة إلهي قوان كيسي هذا الكيس أي ملائكة مقش ضربت الملائكة ملائكة بسكر فنو قراعي بأجنحتها قربابه بعد دواوين يقدرش نبي حسن ما لين بالركيب وجبريل لبا قربان نبي جبريل توصي سيدو ربي وأبوري ملائكة مر بن آدم بإسكدجي مر شنبر وجناد وطولة إسكدجي إلهي بقص خيره قديها نحرحنا نذق في شيء سوق الهيان أيقو مرادة أن كاتش بينن تقدر أن كاتش بينن بيسوق الهيان مرك أود إلهي بس سبحانه وتعالى طيب قرين هذا سك استوحد دويش ويسوقش حقيقة سوقش أكسجين كود ويسوق لي سكس الدرب قا وحده أمرك كسر بيح أمره كزوجي إذن خلق إلهي أصدق أود وقيمي نبي مر باركيب وجبريل أو لح بقول أو جرباب أيكون ركيم أنت هل كي جرباب بق هذوس حاجة كام وقبته وحكا قرين بالجهاد وكا كهذا ورنبه قلب ذو رنبه كاقر جهاد قلب ذو رن هذا جرباب بقرن هاي هذو بيتكلت هاي أنا بره ورنبه كاقرن كونفور بكاقر أنت كلا واتاجنت وقد ولا مركو سيدا حاول يقود ولا يقود ولا واحد ونمر أسوق السماء السابعة سماء الضباط شو جاء أيو فرعون وكل واقع توحيد كانوا لما يستردون هاي بكسو قارسي بكسو الدولي أيو كل كيمد من العرش إلى الفرش عرش كثير تقصو الدولي أو تضبط السماء وصومري البرقس اللي حكيم من مصر وادي النيل بسوي إشتاق وحنا أشجع هلك السماء وحاول حياة إن الله سعده شن بقول أصنع فرس كديرية شن بقول أصنع أصنع يتنها ده إن روك إنه جون إلى عرق إنه سكي مركز تضبط السماء من شن بقول أصنع وصدح كون يمغوي صدح كون شن بقول أصنع
صدح كون يشم بقول أو سنو أيو حو كسو دولة كجارسين آير بكجارسين هي هذا كنت صدق ما يسترين نبي مركو يمانك أوهان شبه نبي محمدو هذا أرك ليدو مالك وفرعون ويد آمنتو بالذي آمنت به بنو إسرائيل مالك هسان الدولة هي هذا أرك ليد بوري وعذر أرك ليد نبي محمدو أنا مالها تتاعون مرة دحيس كذا كذي هي مرنا تكو أكفر ديال أركتين مالك هسان الدولة هي هذا فرسان ليد بوري علم وكو كريلا تقول برنا بقول شيء في جامعة الترمذي صحيحة يعني أود ملاك توح لوج الكرمة باب جونة أوي ملاك تساء هيد أود الرب قالي يا إلهي سبحانه وتعالى مركو أمر حكومة أما تلاجويه بي هيبت درتت بي قرب بس لدعاء يعني هذا زمان رقليها مركو من رئيس وزارة أما محمد برزنتي أو أنتوا هلا لو صعبين أما لو كوفيد لو سيبي لا بدبود هاي لو ده هشكلين هاي أما لو يستاهل هاي ملائكته أشدي بيسا والله المثل الأعلى ضربت الملائكة ملائكتها كل فن وسكل فن بأجنحتها قربها هذه بادت كذي بس كل فن محيسا ويري خضعان أي خضوعا اسبهان بهن يسدلين يسدلين لقوله تعالى إلى وديس هذا الكوين كذا يقيمها يمقانك يشرف نمال الرب يكجرته أي أخضعها يعني كأنه حد مد هذا الكائن مقلين يحكمك سلسلة سلسلة يبر إن يتلقوك رعي على صفوان أما على صفوان لقى حسب سبقى لقى حسب سبقى وسلسلة لقوك تشيدي أما لقوك رفتي دريرت كي يدي شنقر لازوك لهذاك الرب يكبح هاي أما روق مقلين روق نوع أدوي ينفذهم وقار هيا ذلك أركاسا قاري إلهي هذا الكيسي كل يود مقل هيا طيب إذن حديث كيبو النبي ومركا آيات دي معانا هيدي ونبي كسين هيا يو حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا لك الرب مركه مقله إيه وذا خضوعين إيه بعدك إسلام دعين وليبا متك استوق جاري عطك أصقها أي أوق جاري إيه سيد حديث كتاب البدء الوحي سلسلة كسلسلة الجرس الجرس حديث عائشة يعني صوت الملك ملك وحي جو وذا مركه نبي وحي وش يجي يا قرآن وش يجي أود كتير هذا لك أي وحي كش على وش بها هاي waxaa moodaa gambeelka marka la garaaco awoodiisoo kale daranka ku jira iyo danabka ka dhacayo kale baa lagu shabay lagu shabahay hatta ila goorti fuzca laga fuqo way argagax ba galiya malaa'igtu markay ilaahay hadalkiisa maqasho khuduuca ay khuduucayso iyo garbaaba isla dhici waxa dheer intay naxdo ay soo xahaya adadaniya hatta ila fuzca an quluubihim qalu wuxuu maada qala rabbukum qalu alhaqqa huwa alaliyyu alkabir إذن أنت أصل شيخ حقوق تصهية إلهي أود وله سبحانه وتعالى يا بشرك يا ملائك تبا إلى أكتي سمرك الله في الوحيكيين فيسمعها أرنتي وحام مغلي أرنكي ربي أوجو سبحانه وتعالى أوجو أي ملائكتنا أي مقشي وحام مغلها هي مسترق السمع مسترق السمع مقل كي حدا يجري جنكو شهادين تأسف الفولان أذكر قرآن بي حيث دقيستان دقيان ملائكت الشيكة دوضة قوان كربي قوي استنك إن الرجوع ريح ولا الرجوع بيشكو حكت إن مقاله هبلاي الله بابا عشو طبعا كان سوسو حكت إن الرجوع وضن هبلايو هبل اللي مشدي يسميت كلام دون وحبا رعي يكون يقدر يقى أدون كل جيف ولن هاي بإله وش قامنه ومقلها يا مركا يجي بأسو شيء وعشر كيف كلا قادن ملاك توحي بأسو درازين هوش هاسو مركا شيء ده فسود قدر جين هاي نتوس كركروس والفولو يوصلون دوان هيا ضرها بقاسو قدر جين هاي فيسمعها وحامقلا يا أرنتي يا تلذي اللقوي مسترق السمع مقل كوي حد يشري دفع يشري ومسترق السمع مقل كوي دفنا أما حضنا هكذا سدى سوكلوي بعضه فوق بعض واسف الفولها يا سدى سوكلوي نقنا يا فرها كعنده سدى يلي صفيان ابن عيينة مكو تلمام هي أبو محمد الهلالي سدى سوكلوي كان باوهو سيا كان كحيقة كان كسي حيقة سدى سوكلوي سيد مركا لك بيؤيهم بيعرق كدوان هيا وسفه صفيان باقوت المامي سيدا يسدو الفوليان بكفي صعب كيسة فحرفها مركا سوق عانتسا أولي حشي وبدد وحونا كالقاضي بين أساب فريسي بساو كالقاي فريب بساو كالقاي سوقوتو سيسكود بسارين فيسمع شيطانكو أمجينكو حصان مقلي الكلمة تورد بمقليا هالحكم ويملاقتو شيئا هيا بمقل هيا فيلقيها وحقوط توري كي أكريبا انتا مقلي
كي كحجة بوس ساس هلا يدي بوسي بود بنهايا كي كلا ساس هلا يدي ساس هلا يدي ساس هاد عدونته إلى أنك قدام يروك تجنا يوتك تورك وجار فيلقيها وحور أطورها يا إلى من تحته روح ساكوه سي ثم يلقيها الآخر كي كلا سيطورها يا زونة إلى من تحته حتى يلقيها إلى أو كطور أو جارسيو شيطان كما جنكو على لسان الساحر أو الكاهن ما شو حكوا قشرة يعني جنك استي شيطان كاستو حال شقي الساحر أو الكاهن عرف يا كاهن وحشاقة يا هبرف وحزة يا أضي تصبح الله ورجيو إلى آخر شيء بركة شيء كان شيء بالا شقية أما ساحر وما دفلو في الفلو ولا شقي طيب بين تاس هذا كرمته وسوق قاضي بوشي هي حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن ساحر واتقانا وانك وحسيرا وانك ذكرت الماني طيب كاهن كنا وروح الى غيب وحكى ورمايا حياه مستقبل وحاصا دعي دونا سنه كان ساسو نكون دونا هبل بعد من دونا ديب كاسا دعي دونا احنا عاصا ليمات طيب اذا مركا هوشا اي سميان والي ادبيا دور كان طالب لو تورا او باشن لو يقان محو هاي دمبابورت محي دي شباش انكت كماها حد قد عاهد يتقانان فلار دالة تورا محي دي مقعد باشي قالا كودع عنديه تيريزو قرن بيسا قالا كودع بالليج مكي ها حد قو أردا حد قو أردا قالا كودع على ليج واقلا في عنا ها يا ما دي سر بس تاسا ما خلو غنا ولا غنت عليا فربما وحا لغا يبا ادركه الشهاب حدقي يو بريق دي لا توراي اني غادو جنكي يا شيطانكي قبل ان يلقيها انت سن بدبنين انت سن شيغين او سن ديين وحا سا لا حكمي با لغا يبا ان فلان او دحو دنتكي كو هذا كان برتا كو دماب كي وركه تبن هي با كو دحايس وربما وحا لغا يبا القاها انو شيطانك غدبيو ويدي او غدبيو قبل ان يدركه انت سن هاليين او سن كو دحين سو غارين فلاادي ايس سو غارين كديبنا سدا او كو بخادلك الى او تغو يعني حكمه او غدلنيا فيكذب مركاسو بين شيغي ماكي خوغو بخصتو يو بين شيغي معها مع كلمه الحق 100 كذبه او 100 كذبه بقول بينود بودرهايا انت يرايد رنت اهيد حق اهيد وخي كو برحايان بقول بينود نينكي كاهين كان ماركا بينتا سو دلداي صحيح كو حاسو شيغي اذا صومالي وا تقانا هل ما رون شيغي بي كو دغاهيان 10 كان سيره امد او بين ورابين هي بختي وخا لا سو قادي ماي انت سي عامد كو شيغي شيخ هبل سو غرن مسه 81 كي يي وا اسلام با او تقت حنون سن سام بو او تابتي وي عافيمات بقول با كدنبيسي كودي قنجه كا قادي بقول كا دنبل شيغي ماي waxay kaga dhagantahay waligeed bawaabaysan noqot dibka dib jira way hal maalin buru sheegay waad inta yartayde soo qaaday way beenihi kale oo dhan iyo baxtigi dambe sheegi ma hayaan Soomaali markaa halkaas kaga dhig waad beenada ku dhan baasidaas markay shar u den leeyeen wixii khayr ee sheegto dhan iyo wanaag aha oo dhan oo muuqdo hal maalin oo khaldantay bay iyo wax ku dhajinayaan ummada u sheegayaan suuqa galinayaan waa wax lagu yaqaan oo طيب هل دي دنبا لقيده كرغة تمويده أما ملدو لشمويده فيقالوا وحال الأوران مركا مركو هذا كتبتا أو بقول بين القدر وحال الأوران أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ضدك بها حجيسان هي ولي هبل يا سيد هبل يا فقه هبل يا إيد هبل أيو سو أيضا نترمأها سبنتيكي وحي وحا صديع دور هذا نوحي وارعي ورسبنتيك انت كدن بيسي إمي سيبان شكتو أو حلان وحاكا سعوني qoliha cirka saadaaliye roobka la 98 ki neeru waxay raadeen roob ka dii imahay dhayn sanadka maanta waa abaar baraagta hal buuxsado biyaha la keydsado duuf roobka ka dhacay waa ki ila Soomaali rogay way guriyo dhanba wixii daashashka yararka iyo dadkii masaakada dhanba ku baaba kolba dadba biyo laga miiray ya النيل دعوه اي وخبا حناقب لا كعين وخبا حناقب حناقب معيه يعني هو مصيبه شيخ فيقال وحال اورن اليس قد قال ميوسن اهين مد يري لنا انغا يوم كذا وكذا كذا وكذا وادع دونا بقر هبل اما وغاسيب الاما
سيد هبل أم إيد هبل لايو أما وحشك تهبل أي سيد سانة لما أنت طلب بافين أو لجوع جيزم ولي جاب فيصدقوا وحالقوا الرومين بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كلمة عرك الله ما ربطها هيد أيا بينه سكروا لم بلغوا لقها هي أنت صار أنت لجوع دقي بين تكرنا ولا حمبارسن وصل سيد مالك سيداي ورمالك محا كدم بي بلايا كدم بيش وبقت باكوري ما موقت وعن نواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إذا أراد الله إلهي مركو دونه أن يوحي إنه وحيوضه التبيه بالأمر تلوئي قآن رباني تكلم بالوحي وحي ربكوها الله هيا وملائكة أيو تبين هيا جبريل أيو طيب أخذت السماوات سماوات كحي قدق لها هيا أمو حاقبا منه من كلامه سبحانه وتعالى رجفة قرير باقبا قرب لوكا عركاب قرير هيا سماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أو قال أم حوري وراوي رعدة قرب قبان يا رجع شديدة درن روح قم أي قن أهيزه يا رو عركو قريريا ما هي عركو قريريا هذا كان ربي وكوه الله عركو نضرية من مقلي خوف من الله سبحانه يعني عركو استاجي خوف من الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده طيب دولك جماداتك يا حيوانات كان يوحى النور رب إله سبحانه وتعالى ويقنا وأنا كعبصنيا قابك الرب وقعبصنها يسيء ويقنا الله قرنه سبحانه وتعالى كل يوم متهد فقال لها والأرض اتيها طوعا أو كرها قالت أعطينا طائعين طيب في صحيح البخاري حديث ابن عبد المحن مقلت شرنا محمد صلى الله عليه وسلم طعام رشينك زول عني كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رشين سبحان الله سبحان الله والحمد لله كوهي رشين بدر تمر العنها يو قمدي العنها حقنا سبحان الله سنيس قيد كي دوجب كان نبي وكوخد بين شري ومر كوخد بين وكوخد تير سنشري واجد ما كان منبر كنتي لويس النبي وقيد كي كتها جي قيد وكي أول اللي سيد النبي قيل أول اللي نبي وانتو كسود دقي منبر كي بويمت حوض بصاري وأمسي سيد المعرور اللي أمسي ونبي وأمسي يعني حيوان ربي أوري أود وكشر تاي الله قرن مر كذوها وبح فإذا سمع ذلك مركي مقلا أرجع أصدق أهل السماوات سماوات كذب كدقنا عرك مركو قريري أما أرجع جحي وحام مقلا يد ملا أكتبه وش أجان صعقوا ويصوح يوم والله صوحنا يوم وخروا وينهوا من لله سجدا يقود سجدا سجد الله دعاه تي سبحانه مير دبلمان أما سبحان بي جبها يوم كل قد فيكون أول من يرفع رأسه روح أهرية ملحة دوش كرك أقعد حنقنا جبريل ملائكة الروح أهرية مير سدى ملحة كرك قد واجبريل فيكلمه الله إله بالله اللي جبريل من وحي وحي حق سكوح كلاها الله هي بما أراد وحي وضعه ربي قد بن هذا لك ربي وحي وحي أنا أقول تلقى أمين لقد بأقول تلقى لي يا جبريل لو شيء وحي أنا لو تلقى لنا وعلى قريب ثم أنت كذب يمر جبريل جيب له وحمر يا عالم ملاكت ملاكت مرهية ملاكت الصبح صنيد بمرية كذب قيقو صوك عام بوشي أدره وكتجي سماء السابعة وكتجي سادس وكتجي خامسة رابعة ثالثة ثاني إلى الأولى أوجار كلما مر بسماء مر الله مركو السماء سيمر عرسيمر سألهم ملاكتها ملاكت بويدي إلا درنك ويدر يعني عرق القدم حلق جري عرق بحلق جري ملاكت بالصبح ضي إلى إنه الله ويجرم هيا لكن وحي تويان يان محال ليلي وحي محكو صابسانا بيتويان يان ومكر هذين هيا ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق يا حق تبيي كونها اللي حقنا واكوها الله مركوا بيان للواقع ومفهوم المخالفة ملح مفهوم ملح هذا كان قال الحق إلهي قال الباطل لا تنابه وتوقع له بيسه وهو العلي الكبير فيقولون كلهم ملائكة دمان تدوحي أوران مثل ما قال جبريل جبريل سيدو يقول قال الحق وهو العلي الكبير بكل إعلان هيا وكو جبريل أصول سيدا يلا هذا ملائكة وأوتي مها يعني قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل جبريل بحكو صور دمان وكسو انتهون يا بالوحي وحي وحكو لسو قاريا إلى ماشي إلى حيث ماشي أمره الله رب أفر عز وجل انت وصور لكو كيني نبي قال له أجي وحي أجين هيا ملائكة وصور قال لي حكت سيي كدبنا حفيزي ملائكة أكبو أضر ربي إذا نحو أكينها يا مركا
نبي الله صلى الله عليه وسلم رسولك بكين هاي حكتي مركا واهيان ملائكته مركز حديث كحاسوس راي أبو زرعة الرازي في تاريخ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ابن أبي عاصم في السنة ابن جرير ابن أبي حاتم في تفسيريهما محمد رسول المروزي في تعليم قدر الصلاة طبراني في مسند الشاميين ابن خزيمة في كتاب التوحيد أبو النعيم في الحلية ابن عرافي في معجمه أبو الشيخ في العظمة بيهقي في الأسماء وأنا حديث صحيح هوي سند ضعف بكثرة لكن وينجبر بشواهده وطرقه وحديث صحيح مركز شغلباني يدحمنا وضعيفين لكن سيد راجع حديثك وسوقني فيه مسائل مسائل باكوتشرا الأولى تفسير الآية آيات فسر كذا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير وين صمر الثانية ما فيها من الحجة على بطل إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين حول الشيخ ما فيها فيها حكوتشرا من الحجة حجة حق ما فيها على إبطال الشرك شرك بورنتيس ينعكت يعني اللمريو حجوا وين بأكو ترتوي خصوصا قارهان وحا شرك يسوسي بابا هيا من دول كي تعلق كل جاي كحر ما آمني على الصالحين صالحين أي نصو قابين إنك نين صالح ولي أدبات لجاي دبى يستوي يكون نفبحائيو صالح أدبات هاجن تي يا ملاك تكي حب يا مالنا ور ملاك تي بدل كن تاجن تاع وهذا الرب يحميه الله صوحي حيسبا هو حق عانه أبو جرؤوس أنشرين وروح أوه ريمي سدوية جبريل جبريل له شخص أيه ومركو قيبي ومد وش جا ملاك تهدنا وسيو قد من هاي أي أضامي هين حتى أنا حملي كده هذا لك الرب جل سبحانه وتعالى ولي أما السيد نما كل شيء تو ضعيف وابن آدم وصحرونا يا حق أنك هاش هاي مرنا جري مرنا سكرادة مرنا الرب عاسي مرنا هجاء جاي ما حد كده بتاعنته ملاك تأنا إلهي مرنا بع عاسي إن هذا بصعب طيبة يعني هو شيخ تاس وكه الله وهي الآية وآيات دي بودي التي آيات سوقيل الليل إنها تقطع وحي قوي سوي باب إساء حيث كان أسيبتا عروق عروق شجرة الشرك قيد كالشرك حيدي سآيات بحين إساء من القلب قلب إنك سوسيب إساء هذا يبا ملائكة هذا لك الرب سبحانه وتعالى كلي أي لنف بحبا أي لصوحي وإلى أم يرتبا إسان دريمين وحا سعودة وحنا إسان قبان كريم وحي ترك رانا أي شنشرين أيوة معصومون وإيمانك ذو مطبوع وكوياي والمرة رب عاسي عاسين وهم بأمر يعملون لا يعصون الله ما أمرهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يعني محل مداوين مرة يصيب ومرة يخطئ مرة يعصي ومرة يطيع يعني كاهو صبيحا وي مركب وحاويا صالح اسكاب الداي وحاويا ويديبقى قورع ويشه كوقوس قاتم ملك بعد ذلك تاقين ما يقالك إيش درجيز هالك أنت أيضا تبرتي زي ولد محمد مداوي أقول له قوي مشاق كله الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق هو العلي الكبير باكو قتر أيضا تفسير كذا دواني صور وصور مري الرابعة سووا سؤالهم عن ذلك وحاكو قتر ملائكته محي جبل أول يدين هي ماذا قال ربكم محيو ليهين وحيو ليهين أنت يصوح صنايين بهذا الخرافي وحين مركز دعائهم إلهي الله وأوجهين وعلامات كدعائه هؤلاء بيكون قرن هيا جج حدي سبحانه بيكون قرن هيا هذا كيم لما لنا وارد فهد وحين مركز ربان إنه يكون قادم جبل وحد دعائي إلا ساق كور توصي كور ميرس ذي مركز وسيد أصول أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله جبريل إنه أود جوابها يا مركز ويديان بخصوصا قال كذا وكذا إلهي سيد أساس يلي وحاساس حكومي طيب رواية ضنبات المامي السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل روح أهري ميرس الملائكة حق إنه يا جبريل باكو عاد السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون وحاكو ترى سماوات كلهم بيري ويدين هيا سماوات الضباط ملائكة تشوكتي تلحات ملائكة تشوكتي شنات ملائكة تشوكتي كل وحي ويدين وحي دعاي إلهي وحي حكمي عاي ويدين هيا الثامنة أن الغشية مير دولكو يعم إنه وذا قارب أخصوا أهل السماوات كلهم سماوات كنا لمانتون وذا قارها يا وي مع حد هو عميمي أهل السماوات نبو عميمي التاسعة وحكوت ارتجاف السماوات سماوات كنا يقل قلنا يا ما يقل قلنا يا لكلام الله لقوة كلام الله يا قدر أولي هاي العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي جبريل وامتك وحي قارسين يا إلى حيث أمره الله وملائكتك لما قاد وحي وشرعك أوي أما وحي
ee qadariga ee kowniga awaamirta ah malaa'igtu waa u siman tahay nimba xilka loo dhiibay buu qaadaa laakiin midka sharciga ah ee diinta ku saabsan ee aambida loo geenay jibriil baa u xilsaaran alxaadi cashara dikru istiraaqi shayaaiin shayaaiintu waxay dafayaan ay xadayaan yaa lagu sheegay meeshu inay xal kelimo xaqa intay xadaan ay boqol beena ku darayaan baa kugu sugan athaani cashara waxaa ku sugan sifatu rukuubi bacdihim bacdan qaabkay shayaaiintu jinku isku fulfuulaan ama isu koraan ama isu dulfuulaan sida rastadii ay cirka ku gaadhaan baa lagu tilmaam athaalita cashara irsaalu shuhab in xidigo iyo dhambaabi dhambaab lagu tuurahayo iyo gantaallo lagu tuurayaa meesha kuga cad araabic cashara annahu taaratan yudrikuhu shihaab jinkii iyo shaydaankii mar waxaa haleeli xidigii iyo faladhii la ganay qabla an yulqiyaha waydhi intuusan gudbinin oon tuurin wa taaratanna yulqiyaha yulqiyaha wuu tuurahayaa fii uduni waliyihi min alinsi dhegta gacalkiisii iyo weligiisii shaydaankii waa kaahinkiisi sixrolihi wey caraafkii saaxirkii kaahinkii dhegtoodii buu ku tuurahaya intaysan soo gaadhin qabla an yudrika ilaa intuusan helin ka hor shaabku usan helin alkhaamisa cashara kownulkaahini kaahinku ninka wax sheega ah ahaashiisa uu yahay yasduqu bacd alaxyaan marar burun sheega qad yasduqu lkaduub wey ninka beenalaha mar burun sheega hebel waa been badan yahay macnaheedu ma aha weligiiba run ma sheegin ma aha beentu daldalaa laakiin markay runtu dantiisa gashana waa sheega runtuna waa sheega idan sidoo kale waxaa weeye kaahinku marna inuu mar run sheega laga yaaba runtana waxay ka imanaysaa hadalkii saxnaa ee ay ka soo maqleen shayaadiintu cirka ka soo maqleen asaadisa cashara kownuhu yukadib in shaydaanku uu kaahinkan rabaa kaahinku ahaashiisa uu yahay uu ku darayo macaha maca alkelimati alxaq asaadiqa mi'ata kidba boqol beenad buu ku darhaya idan ninka mustariqa ahaabaa soo xadaya mustariqa beenta kordhinaya oo shaydaanka jinka kordhinaya beentii iyo intii xaq ahaydna wuxuu u sheegaya kaahinkiisa iyo saaxirkiisa buu ku gudbinaya idan kii bilaabay iyo ka aaminee qaatay baa isku xukum albaadi waxaa weeyaan alaakhidu ama alqaabilu lahaa waxaa weeyaan waa kalbaadi asaabic cashara annahu lam yusadaq lama rumaynin ninka kaahinka ah ama caraafka ah kadibuu beentiisa lama rumaynin ee badnayd ilaa bitilka alkalimati alatii sumicat min assamaa kelimadii xaqa ahayd ee baatilka badnaa uu ku dhex asturay ku qariyey daraaddeed baa beentiisa loo rumeeyey marka iska ilaali weeye diin xaq ah oo yar oo laba aayad ama laba xadiis ah yaa baatil badan lagugu qarin doonaa iska ilaali weeye waa khatar wey yacani intii in yaroo xaqa laguu sheego yaa abaatiil iyo khuraafaad iyo bakhti intii duub weyn laguu soo xidho oo garka laguu firo oo laguu quruxsanaa laguu sujuudo la tukado yaa lagu minjaxaabin karaa marka inuu ruux xaq kuu sheegay keliya ha ku wixiisu dhaha kuda laqin midho birta duduub baa loo laqaa ma aha wuxuu iska baadh fitish waxaa tiraa tan maxay tahay garanay waanu gatanna maxay ahayd garanay wuxu waynu cadaado waayo hortiiba caana loogu barxaa wey marka yaan baasha lagu talbiisanay bashekh athaamini cashara ha inoo joogo hadaa wabillaahi atawfiiq